طيب طيب يا اللي بره طيب. انا جاي معلم عواد. خير يا معلم عواد؟ في ايه؟ لتاوة. لتاوة كده في انتصاص الليالي. ايوه يا اخويا في انتصاص الليالي وفي اي وقت. لا حول ولا قوة الا بالله. هو غير ايه في الدنيا يا ناس؟ لو مش عاجبك تعالى معايا عند المعلم عزمي وقول له انك مش عايز تدفع. لا هدفع. خد جدع. بينا يا رجاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بيت يا سعدية. حاضر. انت يا بيت. ما انا جاية اهو. روحي صحي سيدك حسن هيتأخر على فتح الدكان. سيدي حسن هو والست نورة خرجوا من الفجرية. خرجوا راحوا فين؟ يا رب تجيب العواقف سليمة يا رب. بس انت خدتني على اخوانك يا بنت. ما هو اللي جاي يخطف الدواء اللي يترازل عليكي هاخدك على اخوانك وهيكسر دماغك كمان. عمري ما هعرف احط بزيك يابا. انا مش عايزك تبقي زيي، انا عايزك تبقي احسن مني. هي امي الله يرحمها كانت بتعرف تحط بالنبوت؟ امك كانت بتعرف تطبخ وبس، دي ما كانتش بتعتب بره باب البيت. بس انا عايزك تتعلمي تدافع عن نفسك يا نورا. طب لعلمك بقى انا ما فيش حد يجرؤ يهوبلي، ده انا بنت حسن الجبالي. وبعدين انا الست ودادة البلانة قالت لي ان البنات الحلوين اللي زيي يعني لما بيكبروا كده بيتزوقوا ويتزينوا وبس، مش بيضربوا بعض بالنبابيت يا ابو علي. وداد قالت كده؟ اه. حلو قوي، خليكي قاعده بقى في البيت وما تخرجيش منه. لا لا خلاص خلاص. طب ايه اقولك بقى؟ ان انا هتمرن لحد ما افتوة الجمالية كلها. هو في فتوة حلو زي القمر كده؟ يلا يلا عشان ما تأخرش على الكتاب. ما بلاش الكتاب ده يابا، دول كلهم بيبقوا عيال وانا الوحيدة الكبيرة اللي فيهم. بلاش الكتاب يا بنت، ده انا ما صدقت الشيخ عبد القادر يوافق ياخدك وانت كبيرة كده. يلا
يلا مش عايزين نتأخر على الشيخ. يلا. هاتي الجولة دي. بعدين العالم حلوة يا بنت نورة. الفرق بين البني آدم والبقرة إيه؟ معلم عزمي، اوعى تفضل يا معلم. اتفضل يا سيد المعلمين. لا اعمل لي شويه بن. حاضر تحت امرك. صباح الخير يا معلم عزمي. خد عمر يا معلم. اتفضل. ايه اللي شلفت وشك كده؟ ها؟ يعني ايه الفلوس اتسرقت يا عوام؟ انت قيط لك قريب. والله العظيم يا معلم زي ما قلت لك ان تلتم هو اللي عمل فينا كده وخد الفلوس وجري وضربنا انا والرجاله. جور ما يصحش كده يا معلم، مش هتضرب الرجاله قدامي. يبقى طير وشك يا معلم. ملعوب عواد علام انت واللي يشدد لك. تبقى بغر عنده لفرق من شوية نسوان. يلا بقى عشان نلحق المعلم. يلا مظلمة هتفوتنا. يلا اخوة حاسب اخوة خلي بالك. المعلم صابر ابو جديد بتوت الجمالية. في زفة في الحارة جاية من بين السورين وطالبة الإذن يا معلم.
إزافة الواد حنوة صبي حسن. بعد شوية هخرج أقابل الفتوات اللي معاه، بقى أحضر لهم المضيفة. وهدال كان عنده مظلمة وأنا سمعتها. امبارح وقت صلاة العشاء في واحد وقف في وسط الجامع ودعا عليا. مين كان هناك ساعتها؟ أنا مش هأذيه ولا هأذي اللي هيقول، أنا بس عايز أعرف كان بيدعي عليا ليه. يا واحد متدروش من العربجية. أنا بسأل الناس يا فرج. مين سمعه؟ إيه؟ محدش كان في الجامع وقت صلاة العشاء ولا إيه؟ أنا كنت هناك يا معلم وسمعته. أنت مين؟ أنا الشيخ مبروك، جايزكم في الجمالية جديد ومستني التعيين من دار عموم الأوقاف، وكنت جاي أبلغك. نورت يا شيخ مبروك. كان بيدي عليا ليه؟ هو الشيخ الجديد هعرف منين؟ وهو لسه ما استلمش شغله. فرج، تعرف ايه عن الموضوع ده؟ الليلة هيكون عندك يا معلم. خلاص يا معلم، هنجيبه ونحل له مشكلته. حد عنده مظلمة تاني؟ الأسبوع اللي جاي اللي عنده مظلمة يجري المعلم صابر أبو جديد فتوة الجمالية. المظلمة اتفضت. اهلا ست البنات. ازيك يابا؟ ازيك يا حبيبتي؟ كنت عايزه استاذنك اروح حنه عفاف. مين عفاف دي؟ عفاف اللي كانت بتشتغل هنا، انت نسيتها ولا ايه؟ عزمتني يعني ومش عايزه اكسر بخاطرها. لا مفيش نزول يابا، كفايه بقى عشان خاطري. انا من ساعه اللي جرى وانت حبسني في البيت اكني عامله بالله عليك خليني اروح. اتخنقت من القعده في البيت، وبعدين انا هروح مع شكري وهرجع على طول. يا اخويا هيجرى لها ايه؟ ما تسيبها تنزل. هلا يعني ما بتقوليش الكلام ده وانا نازله؟ ولا انا يعني لو جرى لي حاجه مش مهم؟ انت مالك انت؟ بتتدخلي ليه ما بيني وما بين بنتي؟ قومي يلا حضري لنا لقمه ناكلها. تشكر يابا، مش هتاخر. قلت ما فيش نزول. يا بنت انت جوزك لسه رمى عليك اليمين ما بقالوش كام شهر. عشان لسه كل وشنا ولا ايه؟ يقولوا ما صدقت ونزلت تحضر زفاف وافراح. يلا ادخلي على اوضتك، ما فيش نزول واسمع الكلام. يلا. ايه اللي انت عملته ده يا حاج سيد؟ ده مرزوق. دول شويه عيال بس شنابهم خط في وشهم، افتكروا نفسهم عشقيه وجايين يعلوا صوت. بس كنت بعلمهم يعني ايه مرجاله. فنيالهم هم يطولوا ان المعلم سيد يعلمهم او يعلم عليهم. تمام. انت ايه اللي جابك يا مرزوق؟ انت جاي تاخد لحمه؟ انا لقيت اللي ببالك. اللي في بالي فين؟ في بيت بشر شيخ السياح. بشر
هنخش بيوت الجماليه بيت بيت، وهناخد الطايعه مع العاصي ضرب لحد ما نلاقي المتلتم اللي بيقولوا عليه ده، اللي خد منكم الفلوس. ولو ما لقيناهوش انا هاخد الفلوس اللي خدها منكم. يلا يلا ايه في ايه؟ عايزين نفتش البيت ده يا حسن. بيت احمد الجبالي ما بيتفتش. مفيش بيت في الجماليه ما بيتفتش. وانا قلت كلمتي. البيت ده ما بيدخلوش غير الضيوف. لو عايز تدخله ضيف تتفضل، اهلا وسهلا. غير كده لم رجالتك واتفضل من غير ما ترد. فرج! في ايه؟ جرايه عزمي. الجدع ده ما بيفهمش في الاصول. انت ماشي ترازي في خلق ربنا على الصبح. معلش يا عزم، اصل في واد عامل شقاوه وبندور عليه. واللي عامل الشقاوه ده في بيتي هتبقى امي ولا بنتي؟ صح، معاك حق. صح يا شفرك، ده حسن الجبالي. يلا حقك عليها يا حسن، متزعلش. خلاص بقى، الحاج ابو حسن عامل ايه؟ بخير الحمد لله. تعالى حب على ايديها. لا خليها وقت تاني. ما يصحش، لازم تشرب حاجة. وقت تاني معلش. بالنسبة اخويا. يلا فرج. ما ينفعش البيت ده ما يتفتش يا معلم. فرج! ده حسن احمد الجبالي. زمان واحنا عيال صغيرين كان ابويا بيخليني اقول له ابن عمي. بلاش بس الزمن بعدنا، بس مصيره هيقربنا. يلا فرج. ماشي الكلام. بالاذن ابن عمي. سيرك تيجي تحت درس يا حسن. هو انت مزعل امك قوي كده؟ اصلها هتبقى داعيه عليك قوي ساعتها. انا مش هيعيشني عنك غير الفتاوى، غير كده اقرقشك بسناني. عناية. حاضر حاضر. وما تنسيش تسلمي لي على الست الوالده، قولي لها مسعد والنعمه مسعد. مره والده من دول يا عم مسعد هتيجي تمسك في خناقك. يا عم دول زباين وحبايب. الله 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 الله، بتتكلم في ايه يا جدع؟ قال عمك غار والحمد لله. انا عارف كان مستخبينا فين ده كله على الصبح. انا نفسي اعرف البطن اللي جابت ابوك الله يرحمه، جابت صادق ده ازاي؟ انا مش عارف. البطن قلابة يا عم مسعد. اهو نصيبنا، هنقول ايه بقى؟ خليها على الله. احنا معانا قد ايه؟ على قد اللي رايح. طب ايه رايك ناخد فلوس النقود بتاع الولا حنقه على ولا اقول لك لا 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 بلاش بلاش، عشان لو قصر رقبتنا يقدر هو بقى يسكت الست حرمه بالقرشين دول. حتى حنقه مش هيسلم منك يا عم مسعد. طب ايه رايك بقى ان هو هيصغر رقبتنا؟ أراهنك إنه هيرفع راسنا. يا سيد ده تربيتي. تربيتك؟ طب الحق هات له بقى أي حاجة من عند العيان عشان تقدر تكسب الرهان. أهو كده يا أبو علي، اضحك وفرفش. ما ضاقت إلا ما فرجت يا ابن أبوه، خليها على الله. تبات فول ناشف تصبح مدمس. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. دوست حسن؟ أومر. أنا الشيخ مبروك هلال. ابن الشيخ حسن هلال اللي انت تسميت على اسمه يا استاذ حسن.
انت موديني على فين؟ تخرصي خالص، تخرصي خالص. بقولك موديني على فين؟ طيش احسن اخبط الخطة فينك ايه؟ اسمع صوتك كده راح فين يا بنت؟ انت بتجري بنت؟ تعالى بنت هنا، تعالى بنت هنا. اولها هتعصبني معايا؟ هتفينك هنا؟ فاهمة ولا مش فاهمة؟ مش معايا من اولها. نزل ايدك يلا يا بنت. بنت سكر، بنت سكر، تعالى خد البنت دي تويها جوه يا بنت يلا بسرعه. ودي تبقى مين بقى يا اعور؟ رزق وجاي لنا يا بنت، انت هتقوح في رزق ربنا كمان. هو ده الرزق اللي يفتح النفس، ده انا باين هرجع للشقاوه تاني. يا عم اتنايل ونقضى مسكتك بقى، يلا يا بنت. لو شايف ان موتك رزق يبقى رزق وجاي لك. انت ما تعرفش ان ليل بنت المعلم صابر ابو شديد. يا نهار اسود، دي بنت في دوت الجماليه. الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. في دوت الجماليه، في دوت الحسنيه، احنا ما بنتهددش. خد يا بنت البنت دي وتويها حد جوه يلا. ده انا ابويا هيعلقكوا واحد واحد على باب المحروسه. وحياه امك ما حد يقدر. يلا يا بنت اتحركوا، خد البنت دي بسرعه. الله، دي بنت في دوت الجماليه يا عم. اخرب بيت، انت هتفضل حمار طول عمرك؟ ما تتقل تنعطى مسكتك وانا هفهمك كل حاجه. أنا خايف. بقول لك يا عور، فيك من يكتم السر؟ كبير. معكش 3 مليم سلف؟ ولا كأني سمعت حاجة. إيه؟ أهو المودم أنا يا لالي، واشرب تمام ترى لالي، أسكر أنا قرشوني وأنا فين سيجام يا حلو. عندها تعمل ايه؟ لا تعمل ايه غدا عز؟ مشيكي من هنا. اجري يا ابني. يلا. اجري شوية. وقلوا بكره لا يتحرك. هنفضل مستخبين هنا كتير؟ انت خطفني انت كمان؟ انت اخرس ما بتتكلمش، ما ترد عليا. ما تخافيش، انا هرجعك بيتك. على الأقل كانت عندي متصانة ومحدش بيهاوب ناحيتها يا معلم صابر. عايز تقول إني مش قادر أحمي بنتي يا سيد؟ الكلام ده لو تقصده يبقى كبير أوي. ما تقصدش يا معلم. المعلم سيد خايف على ليل. ولا يقصد يا أخي، ولا يقصد. ما هو قاعد يسن في بدن، يعني إيه؟ مزعلها بس حميها يا معلم. طب امشي اطلع بره، يمين بالله العظيم لو زودتها انا كنت بتطرح من التواقف. عيب عيب يا معلمين، ده انتوا فتوات كبار ما تدخلوش الشيطان بينكم. اسمع يا صابر،
انا عايز مراتي، ولو انتوا مش قادرين ترجعوها انا هرجعها، بس هترجع على بيتي انا يا معلم. ترجع على بيتك ازاي يا معلم؟ ما تروق وتنقي كلامك. هو في ايه يابا؟ انت كنت فين يا بنت؟ انا كنت في اوضه الخزين يابا، ونمت غصب عني، والست حسيبه الله يكرمها لسه مصحياني. اه صح صح يا عزمي، دي الحته الوحيده اللي احنا ما دورناش فيها. صح يابا، انا ما دورتش في اوضه الخزين. صح، يلا بنت يلا بنت الجرى على اوضتي. بالاذن يابا. يلا سيد، انت صابر ابو جديد، ما هو بيتش بره بيتها. انست وشرفت. ماشي يا معلم صابر، ماشي. السلام يا معلم. حد يوصل المعلم ايه؟ خش يابا خش، شوف بنتك كانت فين قبل ما الناس تعرف وتاكل وشنا. يا اختي يا لهوي، وبعدين يا اختي هتفضلي تهري وتنكتي في نفسك كده؟ يجرى لك حاجه واحنا ملناش غير؟ طب اعمل ايه؟ ما انا ما ينفعش افضل هنا، المطرح ما بقالوش امان. ولا يا اختي ينفع ارجع الحارة عشان افضل جنب اللي حصل الاقي نفسي لابسه تهمه وانا مش دريان. خلاص يا نداشة، خلاص كله راح، لا بقى معايا فلوس ولا صيغه ولا بقى حيلتي حاجه. يا خرب بيتك يا جميله. طب وانت ما تعرفيش حد من اهل بشر تقولي له؟ اهل مين يا اختي؟ اهل بشر دول لو عرفوا يا اختي ان انا كنت هتجوزه مش بعيد يلبسوني جريمه قتل. اصل انت ما تعرفيش يا نداشه، انا من 10 سنين اتطردت من البيت ده عشان اتهموني بسرقته. سرقته؟ يا ندمتي؟ مين اللي عمل فيكي كده يا جميل؟ حسيبه، حسيبه ام المعلم عزمي، ربنا ينتقم منها يا رب. اصلها كانت عارفه ان هو بيحبني وكانت عايزه تبعدني عنه. قامت يا اختي ملبساني توم، بس انا هربت، هربت ومشيت وسبت الحاره. بس تعبت خلاص وكان نفسي ارتاح. ربنا يستر بقى، انا خايفه من عزمي قوي. هو مش عزمي ده يا اختي انت كنت بتحبيه؟ انا احب عزمي؟ لا، عزمي ده ايه؟ أنا عمري ما حبيته، أنا كنت بحب سي حسن. سي حسن الراجل الطيب الجدع الشهم اللي عمر قلبي بحب غيره. مين حسن ده كمان؟ يا لهوي، مين بيخبط؟ مين؟ ازيك يا ست جميلة؟ المعلم عزمي عايزك ترجع معايا الحارة، فياريت تيجي معايا بالمفهومية كده، لأني مش هرجع إلا بيكي. تعالى يا شيخ، مطرحك أهو، ولما تحب بقى تملى المية قولي وانا هخلي السقه يملاها لك، ولو عايز تعمل زي الناس انزل تحت في المطرح. بس بقول لك ايه، ده بتاعنا وبتاعك، يعني قبل ما تدخل تخبط. والكلام بقى ده كله بدري عشان احنا بنقفل الساعه 12. طب يعني انا لو حبيت اتوضى عشان صلاه الفجر اعمل ايه؟ توضى في اي زاويه يا شيخ، ما تحبكهاش. ولو حابب بقى تغسل جلابيتك ولا عمتك سيبهم لي بره ونغسلهم لك. بس الابيض بقى ده بحساب تاني خالص. ابيض؟ ابيض ايه؟ الابيض بتاعك يا شيخ. ايه انت بتلبسي تحت هدوم؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت بتتكسف؟ اقطعني. خلاص يبقى اغسل هدومك لوحدك بالاذن انا بقى. طب ثانيه بس، عاوز اقول لك يعني شكرا جزيلا.
جزاك الله خير. عينيا. تسلمي. يا اهلا وسهلا، نورتي الدكان. تحت امرك. سمعت انك احسن صنايعي نحاس في الجماليه، فجيت عشان اشتري. بس احنا النهارده مش شغالين، انما يعني لو عجبتك اي حاجه انا ممكن ابعتها لحد باب بيتك. هو انت بتداري وشك عني ليه يا استاذ حسن؟ لا ابدا، لا بداري ولا حاجه، بس هو اصل يعني حد يقدر يبص للشمس وانت طول عمرك شمس حتت ناس دليل. بس الشمس بتشوف كل الناس والناس بتشوفها، انا ما حدش بيشوفني يا استاذ حسن. هو فعلا ما حدش يقدر يشوف الشمس، بس ما فيش حد في الدنيا يقدر يحجب نورها. انت طول عمرك نورك مغطي الجماليه كلها. على فكره انا عارفاك. عارفاني يعني ايه؟ يعني عارفه انت مين. الحارس اللي على عينيك بيقول الله يرحمك يا ستي فاطمه. انا مش فاهم. لا فاهم، بس خايف. ما تخافش، سرك في بير، انا مش خباصه. انا مش فاهم انت تقصدي ايه بالظبط. هو انت تعرف الفتوه المتلتم يا استاذ حسن؟ لا 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 معرفوش. بس انت بتسالي ليه؟ اصله كان عمل لي خدمه وكنت عايزه اشكره بس ما لحقتش. عموما قول له اني هستناه بكره الصبح بدري قوي، اول ما اخر حته سودة من الليل تمشي هستناه عند المرسى، وقول له انه لو ما جاش هفضل اجي لك هنا كل شويه، واقول له انه سره في بير وانه راجل جدع. ايوه يا ست ليل، بس انا هستناك. قصدي هستناه. شيخ مبروك، خير؟ في حاجة؟ لا خير، كله خير إن شاء الله. أنا لقيت ورق يخص أبويا ومذكور فيه والدك عمي أحمد الجبالي رحمة الله عليه. ومكتوب فيه الورق ده؟ مكتوب فيه حاجة عن عن السر، كنز الدم. ما فهمتش بصراحة، ما عرفتش السر ده عن إيه، بس أظن يعني أنا ما أظن إن هو له علاقة بليه أبويا ساب الحارة بعد موت عم أحمد الجبالي رحمة الله عليه. الكنز بقى هو اللي لقيت له ورقه. كنز ايه ده؟ مكتوب هنا في الورق ان عم احمد الجبالي كان بياخد فتوى من ابويا. ليه علاقه بان اللي يلاقي كنز ذهب والحاجات دي يعني يعمل فيها ايه وحكمها؟ ومكتوب ان ابويا خاف لان هم لقوا الكنز ده قدام ثلاثة ميتين، وان هو حذر منه عم احمد الجبالي وقال له ان هو يرجعه يا يوزعه على الغلابه. طب هما مين اللي لقوه؟ مش مكتوب. طب مش مكتوب الكنز ده مكانه فين بالظبط؟ ما هو انا يعني الصراحه يعني ما فهمتش. هو مكتوب انه عذرا يعني تحت واحده ست اسمها بشاير. بشاير؟ بشاير ده كان اسم النبوت بتاع ابويا. بسم الله.
ازيك يا ابو شايف؟ تنورنا يا شيخ مبروك. بسم الله. طبق الناس بتحبك وبتحترمك ازاي؟ اهلا يا معلم صابر. ازيك يا حسن؟ انا مش ساكت، وحقك هجيبهولك. حق عند الله يا معلم. عرفتش مين اللي عمل كده يا حسن؟ لا عزم، بس انا سامحت ودينا شغالين اهو الحمد لله. فكرت في اللي قلت لك عليه؟ اه فكرت، بس انا عدم المؤاخذه يعني يا معلم، ما بحبش الشرك، فاحاول اتصرف في قرشين كده اخلص بيهم موضوع نصيب عمي ده. وبعدين ما تنساش ان انا اختي بتاخد نصيب من الشهريه، فهيبقى كتير. براحتك يا ابن الغالي. جرايه يا معلم، هو انتوا في سر بينكم ولا حاجه؟ لا مفيش اسرار ولا حاجه عزم. اهلا يا نوره. ازيك يا بابا؟ بنتك دي يا حسن؟ اه يا معلم. بص ايد المعلم بسرعه يا بت. انت مش كنت قلت لي ما بصش ايد حد؟ بس قلتلك تبوس ايد ستك وجدك وعمك المعلم صابر في توتنا وفي مقام جدك بالظبط. يلا بوس ايده. كبرتي وحلويتي. تنفع تبقى عروستك يا عزمي؟ عروستي مين يابا؟ انا لو كنت اتجوزت كنت خلفت قدها. لا يا معلم، نوره لسه بدري عليها قوي، وبعدين انا بوديها كتاب عايزها تتعلم. اوعى تكون مصدقهم ولا كل دول خايفين يقولوا لك الحقيقه. اوعى تكون فاكر ان احنا بنحبك. ما شفناش يوم عدل في الحاره من ساعه ما قتل احمد الجبالي يا بتوتنا. ده كفايه بقى يا حسن يا ابن احمد الجبالي بتوت الناس الغلابه. مستني ايه تاني؟ حقيقه ايه اللي هم خايفين يقولوها لي؟ ولما هم خايفين ما تقولها انت. انت هتصدق الواد ده يابا؟ مين اللي زقك علينا اهو؟ بس يا عزمي انا عايز اسمعهم. ادعي ربنا يرشدك للحقيقه، ولا انت بطلت تدعي يا ابو دعوه؟ بس بقى بس، لا مؤاخذه يا معلم، هو ما يقصدش. ما تسكت يا اخي. مش هسكت يا حسن، سيبني اتكلم. ما تتكلم يا ابني. هيجي يا معلم يوم المظلمه ويتكلم. يلا روح. طب اتفضل يا معلم اشرب اي حاجه. لا خلاص، الجدع ده عكر دمي. يلا يا معلم نكمل لفتك في الحاره ونشوف بيت مصالحك. بعد عليك بالليل عايزك. هستناك. سلام يا سميوره. ياه تعالى عزيز، خليك هنا
اوعى تحكي لحد حاجة كده ولا كده. سلام يا صاحبي. مالك يا بنت؟ حياتك مقرر يا العربخانة بره كده ليه؟ سيبني في حالي يا فضل. أحسن ثلاثة بالله. هقوم أكب على نفسي جاز دلوقتي وأولع لك في نفسي. ولعها في نفسك يا أخت. وهتوفر علينا الفلوس اللي بندفعها للكلوباتية. أولع في نفسي؟ عايزني أولع في نفسي يا فضل؟ وهون عليك؟ مالك في إيه؟ ما تفتح وشك شوية. أمي يا فضل. رحت لها وسمعت كلامك وطلبت منها الفلوس. ويا ريتني يا أخويا ما سمعت كلامك. ما رضاش تديك الفلوس؟ هو ده كل اللي همك؟ الفلوس؟ أمي يا فضل أنا خسرتها بسببك. بعد ما كانت بتدعي بقت بتدعي علي. بعد ما كنت بنتها الوحيدة بقت غضبانة علي يا فضل. وكله بسببك أنت. ما خلاص يا بنت بطلي ند. وأنت طالبة حاجة مش حاجة. دعاك يا عبيطة. مساء الخير يا استاذ فضل. يا اهلا وسهلا يا اخوي. اتفضل. يتفضل فين؟ مش هيدخل بيتنا يا زينب. انا مش جاي عشان الضيفه يا فضل. امي قالت لي ان زينب عدت عشان تاخد فلوسها فجيت عشان اجيبهم لها. ده نصيب زينب من اراضي الدكان من ساعه اللي حصل يعني لحد النهارده. كنت شايلهم على جنب عشان لو احتجتيهم في حاجه. والظاهر ان جه اوانهم. ان شاء الله يخليك ليا يا اخويا وما يحرمني منك ابدا يا رب. مش ضمني بقى ان دول بقى حقها مش جايز يعني. جايز يا اخويا. ما تسكت. اسكت بقى. هو الراجل كان حد طلب منه حاجه ما هو جابهم لوحده. والنبي حسن ما تزعل مني عشان خاطري. انا مش زعلان غير على امك اللي مهوره من البكا. صعبان عليها ان بنتها الوحيده اللي ملهاش غيرها في الدنيا ترميها الرميه دي. لكن ما بزعلش من فضل عشان عارفه كويس من زمان. طول عمره مش حقاني وبيقلب الحقيقه على الهواه. ما اتغيرتش يا حسن. ولا هتغير. لسه صاحبك اللي تعرفه من سنين وجوز اختك الله يرحمها ويحسن اليها صالحه ست الستات كلها. ارحمها ما كانش في زيها. لكن انت واللي عملت. دول عمرها اللي كاتبه ربنا. انت بتحاسبني على ايه؟ ده بدل ما تلوم نفسك انك كنت مزعلها ومخليها مش طايقه تبص في وشك. انا ايه اللي عملته يعني غير ان سمعت كلامها؟ ما كنتش اعرف ان ده كان اخر يوم في عمرها. لو كنت اعرف. انا كل اللي كنت بفكر فيه ان الحقها واوديها للحكيم علشان يشيل عنها الوبا اللي بياكل في جتتها. هو الوبا خدها وراح يا حسن. وانا ما شفتهاش قبل ما تروح مني وتسامحني بعد ما تموت وهي غضبانه عليا. وهي ما سمعتنيش يا اخي. ما ادتنيش فرصه لها حسن اقبلها عشان تسامحني. ما كانتش غضبانه عليك. قالت لي انها بتحبك ومسامحاك ووصتني عليك كمان. عند ربنا بقى. احنا ليه بنتكلم في القصه دي دلوقتي؟ عشان صعبان عليا ان امي واختي يبقوا متفرقين عن بعض. خليها تطيعني انا يا اخي. امي ذنبها ايه؟ اللي باقي من العمر مش قد اللي راح يا فضل. رجعها لحضن امها. ورحمه اختك يا شيخ اللي ما يرضاهاش ابدا اللي بيحصل ده. ما تجيبش سيرتها على لسانك. واهرب علينا بيتك اللي اخت ماتت فيه. انا مفيش ليا حد في الدنيا يا حسن بسببك. عايز تاخد مني اللي باقي لي كمان؟ استنى يا حسن. ده مطرح ننور والله. لا ما نورش. وبعد اول كل شهر فلوس زينب بيجي لها لحد باب بيتها. يا خساره يا فضل. يا خساره العيش والملح والعشره. يا الف خساره يا صاحبي. عايز يا اخويا الفلوس؟ خد اهي الفلوس. Thank you.
طلع حنوق. الله 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 الله، ايه الحلويات والالوانات دي؟ طب ما تدفع الاتاوة بقى. اتاوة؟ وانا من امتى بدفع الاتاوة يا عواد؟ هو انت مش شغال؟ يبقى تدفع الاتاوة. دول حتتين قماش بسترزق بيهم عشان لسه متجوز جديد يعني. بس 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 ايه؟ هتحكي لي حدوتة؟ ايه قولك بقى انك هتدفع دلوقتي؟ طب استنى بقى حتتين الاول يا عواد. عواد؟ اسم المعلم عواد يا. وهتدفع دلوقتي. طب مش دافع دلوقتي. ايه قولك بقى؟ قول يا عواد. اهو. كله هيدفع يا غجر. اللي شغال هيدفع. مش انت ما تعمل فيها راجل. منين ما اشوفك بعد كده هموتك. حنوقة، مساء الخير يا عروس. حنوق، يا ريت تندهيلي على حنوقة. ماشي يا استاذ حسن، ده انا كنت لسه جايه لك. حنوقة خد الشال بتاعي وقال ان هو هيرجع حقه الليله. قعدت اترجاه يستنى، سابني ومشي. ما تعرفش هو راح فين. الله على المتلتك. رهنت على غبائك وانت ما خيبتش ظني. اتفضل يا سيدي المعلمين. شوفوا عن وشه الاول عشان نشوف هو مين. لا يا معلم، الاصول بتقول يموت متلتم زي ما سرق وقتل وهو متلتم. يبقى خلصوا انتم، انا هدعيله. امرك يا ابو دعوة. ابو دعوة ايه؟ امر يا معلم. تعال اخوي خد حقك يا قوي. قوموه. حق الله يا معلم. حق الله. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا وعنه. اللهم ارحمه وارحمنا وارض عنه وتجاوز عن سيئاته يا ارحم الراحمين. امين. اخس بقى العيل ده، هو اللي عامل فيكم كل المصايب. اخي على الرجاله. خلوه هنا، خلوا الغربان تاكله.
حنوة حنوة مش عايز اموت استعصف. مش هتموت يا حنوة، مش هتموت، قوم معايا. حنوة 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 لا لا حنوة على فين؟ عزمي اوعى موتت حنوة ليه يا عزمي؟ ايه ده؟ مش احترام للفتوة بتاعك يا حسن؟ موتته ليه؟ ده كان حتة عيل. انا ما موتتش حد. بالاصول يا حسن انا مقدر معزتك ليه، بس اللي لازم تعرفه ان الواد ده كان عامل نفسه المتلتم. لا يا معلم ما كانش المتلتم، ده كان عيل غلبان خارج يلقط رزقه بشوية فلوس بس رجالتك طمعوا فيهم. انت بتقول ايه؟ بقول الحقيقة، الحقيقة يا معلم اللي محدش عايز يقولها لك، بقولها قدامك وقدام العيان، العيان اللي محدش فيهم فكر حتى يعزي في الواد اللي مات. الحقيقة ان كنتوا ما موتوش المتلتم، حنوه اتلتم من غلبه بعد ما المعلم عزمي وفرج ورجالته بقوا لموا القتاوة من الغلابة الطقطقين في الوقت اللي العيان دول محدش فيهم بيدفع ولا حاجة. اهم قدامك اهم اسأله. انت خرفت ولا ايه؟ اطلع بره. مش طالع، مش طالع غير لما المعلم يعرف كل حاجة. انت قافل بابك يا معلم وما تعرفش حاجة عن الناس، حتى الراجل اللي حاول يفتح بقه ويتكلم يوم ما نزلت الحارة بعد ما انت مشيت مدوه على رجليه لحد ما عدموه العافية وخلوا الراجل الحق برقبتي. انا بس جيت اعرفكم ان اللي مات ده مش المتلتم، اللي مات ده مات بسبب ظلمكم انتوا يا معلم. انا ماشي يا معلم عزمي. بس يكون في علمكم حق حنوه مش هسيبه، سامعين؟ طيب بالاذن احنا يلا يا حاج عنون. بعد ما خدت الحاجة سكرت على قفا. عرفت ايه؟ انا نهار اسود. انت ايه حكايتك يا عم؟ انت انس ولا جن؟ انا عملك الاسود. شيخ مرزوق مش كل مرة هتسلم الجرة. المرة دي أنا مالي إيدي من اللي بقوله قوي. حسن ومبروك بيقعدوا مع بعض كل شوية، ومش ده بس اللي خلاني متأكد. الحاج عنون شيخ الحارة. اشمعنى؟ حسن راح له يسأله يمين وشمال، سأله عن أبوه وعن الحارة وعن الذهب، عن الذهب اللي مالوش صاحب، سأله لو كان يعرف أصحابه. تقصد ايه؟ الدهب كله عند حسن الجبالي. حسن؟ ده كده كلام تاني، كلام تاني خالص. انا كنت عايز اتكلم معاك بخصوص الموضوع اياه بتاعنا. انا اتكلمت فيه مع شيخ الحارة وقال لي انه ما عرفش حاجة عنه. ما بدهاش بقى كده يا استاذ حسن. انا بإذن المولى اجيلك على اخر النهار ونقعد نتكلم في كل حاجة. هستناك. هو انتوا رايحين على فين كده؟ كنت رايح مشوار انا والست ليل وشكر. كنا رايحين نشوفهم يا استاذ حسن، ادعي لنا بقى نلاقيها. لا ان شاء الله هتلاقوها يا ست ليل.
خلي بالك انت بس من روحك، خلي بالك منهم يا شيخ مبروك. طبعا من غير ما تقول يا استاذ حسن، في عينيا. والله لو خايف علينا تعالى معانا، احنا برضو اتنين حريم والشيخ مبروك يعتبر غريب، يعني الاولى راجل من اهل حدتنا يجي معانا، ولا ايه؟ شوف. لا يا استليل، ما تقوليش كده على الشيخ مبروك. اصل الشيخ مبروك واحد مننا. على العموم زياده الخير خيرين، احنا عندنا النهارده شغل مريح في الدكان، هاجي معاكم. بقولك يا شاطر، متعرفش فين بيت الست احباب؟ ايه الست احباب؟ لا معرفش. وقال لك فين يا شكر؟ عند الراجل بتاع القماش. اهو بتاع القماش، يبقى تقريبا هو ده البيت. اطلعي انت وليل كده شوفوها وطمنونا. يلا يا شكر. خير خير ان شاء الله. انت مين يا جدع انت؟ وايه اللي جابك هنا؟ عدم المؤاخذه، في حد دسلكه على طرف؟ جايين للي جايين له. كلم الفتوة بتاع العدل يا جدع انت. فتوة؟ هو عدم المؤاخذه يعني الفتوة بتاعكو حرمه؟ حاسب على كلامك، الا ورحمه ابويا في نومته اوريلك الحرمه دي تعمل فيك ايه. بقول لك يا شيخ مبروك، هو ضرب الحريم حرام شرعا؟ هو شرعا حرام، بس لما تبقى ست لسانها طويل ومعندهاش اصول يبقى هو كذلك، وتستاهل الضرب يا استاذ حسن. يا حبيبي، هو انت حبيبي ما سالتش عن الحاج احمد فتوه الحطابه قبل ما تيجي؟ اللي الروسيه منه بتوقع رجاله بشنبه مش عيال صغيره. خد. الله الله، يا نهار اسود، ايه ده يا ست انت؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ يا استليل، انت بقالك شويه بتخبطي، مفيش حد جوه، يلا بينا. استني يا شكر، انا قلبي بيقول لي انها هنا. افتحي يما، افتحي يما، انا ليل. يما افتحي، انا عارفه انك موجوده. افرضي حد سمعنا يا استليل. هو انت ليه مش عايزه تشوفيني يما؟ يلا بينا. وتشد في نفسك كده، هسمي عليه وارجع اسمي عليك يا حلو. حاج احمد، بس يا لا وعيد، اوعى ايدك. سايق عليك النبي، ما تعملي لهم حاجه. وعايز الجلاله اللي هيلمسه لطحه. يا اختي، مش انا غاليه عليكي زي ما بتقولي؟ طبعا. دي بنت ليل جايه تدور عليا، ورحمه الحاج احمد ما تعملي لهم حاجه. يا حبيبتي، انا ما عملتش حاجه لحد، هم اللي تهجموا علينا في حتتنا، والواد اللي ورايا ده قال لي ادبه كمان. انتوا اللي تهجمتوا علينا، احنا كنا جايين نسال على الست. لو كنتوا اتكلمتوا معانا بالاصول كنتوا عرفتوا احنا جايين ليه. ايوه، احنا كنا جايين عشان خاطر امي. لحقنا نعمل حاجه ولا نقول حاجه؟ ده انتوا كان لكم بتتلككوا عشان تتخانقوا. هو انت تاني برضو قصر الشر؟ والله هجيب كرشك انت والبنت اللي معاك البلطيه دي. امشي يا بنت، ارجعي ورا يا بنت. حقك عليا، معاش ولا كان اللي زعل فتوتنا، بس هو اللي ما يعرفك يجهلك. انا بنت المعلم صبر ابو شديد فتوت الجماليه. اهلا وسهلا يا غاليه. وده حسن الجبالي، ابن المعلم احمد الجبالي الله يرحمه. ابن مين؟ يا نهار اسود ومنيل، مش تقولوا كده من بدري. استغفر الله العظيم يا رب. يا عم حسن، حقك عليا يا عم حسن. يا خبر اسوح، اجدع راجل شافتك يا دنيا، اجدع راجل علمنا الجدعانه والكرم والفتوانه، ده سيد الرجاله. النبي حسن ما تزعل مني،
انت فوق راس اخويا، حقك عليا بقى. خلاص خلاص يا معلم، الغلط مردود وكتر خيرك. انت عارفه تبقي فتوة وتحمي الست احباب، انت ست جدعه. سلامتك الف سلام. اه ايه اللي شايل بالبيت بالشكل ده؟ اه يما ايه اللي حصل؟ اه سلامتك يا ستي، مالك؟ اه خليكي معايا يا نوره لحد اما اجيب عمك العاني يبص عليها عشان يطمن. حاضر. استر يا رب. سلامتك يا ستي، مالك؟ مالك جابك هنا يا حسن؟ عندي مظلمة يا معلم صبر، افتوتنا امبارح وانا في المولد، في ناس جم هجموا على بيتي وقعوا امي في الارض وكانت هتموت بسببهم، فقلت اجي للفتوة بتاعنا علشان نشوف مين الناس دول كانوا عايزين ايه مني ومن امي. الست حرية جرى لها حاجة؟ لا الحمد لله ربنا ستر، ما هو أصله عالم بحالي، ما هو مش كل مرة هروح فيها المولد هيموت لحد من أهلي. طب يا ما قالت لك شيء؟ الناس دول مين؟ من أني حارة؟ شكلهم إيه؟ كانوا متلتمين لابسين نفس اللبس اللي كانوا لابسينه الناس اللي قتلوا ابويا زمان. ما انا افتكرت كل حاجه يا معلم. افتكرت لما كنت مع ابويا في المولد وشفتهم وهما بيجروا بعد ما صفوا دم ابويا وضربوه بالسكاكين في كل حته في جدته. افتكرت وش ابويا ساعتها وهو حاسس بالغدر. افتكرت لما دورت عليك علشان تجيب حقه. لقيتك جنب. موتت ابويا ليه يا معلم صابر؟ موتت ابويا ليه؟ ده ما كانش بيحب حد في الدنيا قدك. الكلام اللي انت بتقوله ده يا حسن، ازاي؟ انا موت احمد الجبالي؟ انا موت اخويا؟ لو مش انت يبقى مين؟ انا عايز اعرف الحقيقه. انت كنت واقف ساعتها لما ابويا كان غرقان في دمه، كنت واقف بتتفرج عليه وبتدعي له ابو دعوه. مين اللي موت ابويا وانت واقف تتفرج عليه؟ مين اللي وزك تسيب ابويا يموت وانت واقف تدعي له؟ اتكلم. ما تفتحش ابواب اتقفلت من زمان يا حسن. انا بريء من دم ابوك. انا سكت ايامها عشان كنت خايف عليك وعلى امك وعلى اختك اللي كانت لسه حته لحمه حمراء
أنا لو كنت كلمتها يا بيها كان الدم هيطولكم زي ما طال أبوك. لو كنت خفت عليها زمان وأنا صغير، لما كبرت ليه ما حكتليش؟ ليه ما ساعدتنيش ناخد حق أبويا؟ عندك حق يا ابني، بس ملحوقة. عملت كده لأن دي كانت وصية أبوك. الوصية دي كتبها وشهد عليها الشيخ هلال. أبوك كان موصيني إن أقف جنبك في ظهرك لحد ما تكبر واشتد عودك، وساعتها أسلمك فتونة الجمالية. بس أنا طمعت في الفتوانة، عشان كده خبيت عنك الوصية. بس دلوقتي خلاص ما عادش ينفع، الفتوانة بعد من حقك يا حسن. فتوانة؟ أنا مش فارق لي الفتوانة يا معلم. اللي عايز أعرفه دلوقتي مين اللي قتل أبويا؟ في يوم من الأيام هتعرف كل حاجة بأوان، وساعتها أنا وأنت اللي هناخد حقه. وهنعمل إيه علشان نعرف؟ الصبر، وسيبني ليلتين، ليلتين اتنين مفيش غيرهم، أخد الحق معلمة يا ابني. ليلتين مالهمش تالت يا معلم، وهرجع، ولو ما قلتليش مين اللي قتل ابويا هدفعك التمن غالي قوي. عارف انت يمكن تكون ما موتتش ابويا، بس موتتني أنا مرتين. مرة لما موتته حنوقة علشان كان عايز ياخد حقه، والمرة التانية لما حرمتني من الإنسانة الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. ليل بنتك يا معلم. ليل؟ أيوه ليل. كنت ناوي اجيلك علشان اطلب ايدها للجواز، لكن بعد اللي عرفته ده مش هقدر احط ايدي في ايدك يا معلم صقر. فانا ايه بقى، ما سكتش. اول ما خدت منك حته الذهب دي كنت عاوز اعرف اصلها من ايه، فقعدت ادور واسال اهل الذكر لحد ما عرفت الذهب ده بتاع الجامع اللي من غير مدنه. جامع من غير مدنه؟ لا، ما هو مش من غير مدنه بالظبط، يعني هو المدنه بتاعته مربوطه في الجامع بجسر خشب كده. مش موضوعنا. المهم عرفت ان الجامع ده كان بتاع امير، وإن الأمير ده كان بيشيل الذهب في السرداب عشان يصرف بيه على الجامع، وإن الأمير مات من زمن الزمن. من ساعتها حكاية الكنز ديت بقت حكاية وما بين الناس مش أكتر. سألت بقى خدام المسجد قالوا لي إيه بقى؟ إن في ناس لقيته وسرقته. تلاتة، وإن من ساعتها وهما بيدوروا عليه. لما بصيت على حتة الذهب لقيت الكلام اللي مكتوب عليها من زمنه ده اللي بقول لك عليه ده. طب شوف يا شيخ مبروك، الذهب ده كان طالع لربنا، يبقى لازم نرجعه للمسجد ونتأكد كمان إنه رايح للناس الصح، إنهم هيطلعوا لله. الدهب ده ما ينفعش بقى عندي اليومين دول، ومن غير ما أقول لك ليه، وأنا مش هلاقي أحسن منك أستأمنه على الدهب ده، فتعالى معايا خده من عندي وخليه عندك. قلت إيه؟ إذا كان ولا بد يبقى وهو كذلك. يلا بينا. البيت نور يوم بنورك يا حبيبتي. انت بقى هتنامي في حضني الليله. ايوه يا حبيبتي،
هدخل حضر لك الاوضه. هي الشيخ طنايا. ايه اللي حصل؟ يا ايه ده؟ يا حرامي قوم يا اما. السحبان السحبان رضا علينا السحبان. والنبي يا لهوي يا اما والنبي يا اما. السحبان رضا علينا والنبي يا اما ما تسيبيني يا اما. خد يا في ايه؟ في واحد ست قتل في الست احباب مرات الفتاوه. ايه؟ وامي فين؟ مشيت من هنا يا معلم. ربنا يستر. ايه في ايه؟ في يا استاذ حسن؟ مش عارف تبع مين اللي قال دول؟ مش عارف اصلا. حسن اصلا معلم صابر يا معلم. سواتي هذا ما يقابل أبوك حسن يقول له أنا حبيت ابنك زي ما وعدتك. مين اللي قتل ابويا يا معلم؟ ليلى امانة في رقبتك ملهاش حد غيرك. الله الله سامع الدعاء يا حسن. معلم صابر يا معلم صابر بابا. لا بابا لا حسن الحسن حسن يا ابا رد على يا ابا يا ابا رد عليا
قوم يا بطل في دوا، ما ينفعش تموت. قوم انت كبير. حسن العال، حسن العالم رعبوا يا ياما قدام يا ماما. قومي شكرا الله وسعيد. الله في حياتك عزم. أبويا تقتل مكانك حسن. لو كنت شفت اللي هاجم عليه كنت أنا اللي مت بداله. أنت عارف كده كويس. ده فتوتنا يا حسن. ربك ربك هو اللي عالم بالقلوب. فعلا ربنا عالم باللي في قلبي ناحيتك. مش وقته الكلام دلوقتي. خلينا ناخد عزا المعلم. من أذن له الرحمن وقال صوابا. عايزين عزمي يبقى الفتوة؟ انتوا ناسيين كان بيعمل فيكوا ايه وهو ابن الفتوة؟ مش حال بقى لما يبقى هو الفتوة هيعمل ايه؟ احنا نبقى فتوات الجمالية ونبوتنا يجيب الخير لينا. الفتوات تبقى كلها بتاعتنا ولا ايه؟ كلامك صح يا معلم. لحد ما يتعين شيخ صاغه جديد انتوا الخير والبركه، انتوا عيان الجماليه ورجالتها، وانا راجلكم وفتوتكم وتحت امركم. انا كنت بعمل كده بس عشان ابويا ما ازعلش. اللي تاوه هتدفعوا اللي تقدروا عليه، وهعين حراسه تحت بيت ودكانه كل واحد فيكم. حلو الكلام؟ حلو. حلو يا جماعه. انا رايي كل واحد يدخل بيته ويقفل عليه بابه احسن. انا بصراحه مش عارف اعمل ايه في الحكايه دي. معلش معلش. في ايه؟ مالكم؟ عزمي مع الاعياد، فرج مع المشاهدين، شيخ الحاره خايف لحسن حد يهجم على الناس وهم بيختاروا الفتوى الجديد. اصطح حسن اللي تهجم علينا ده سيد اللبان، وده راجل شراني وايده طرشه ومش بعيد يهجم علينا مره ثانيه. واحنا مش هينفع نستنى حد. انا عايز ناس تقف هناك عند باب الحاره، ولو حسوا باي حاجه يجوا يقولوا لي. احنا هنعرف نحمي حارتنا كويس. انا معاكم، هبقى قاعد في الدكان. اطمنوا. الله اكبر. يلا 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 يا حاج. يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. طول عمر الأمن والأمان سكن بيوت الجمالية كلها من أيام الفتوة أحمد الجبالي، ألف رحمة عليه. ومن بعده الفتوة صابر أبو جديد، ألف رحمة. ومن قبلهم فتواتنا كلها. وعشان يفضل الأمان وتفضل الجمالية محمية من أي عدو أو غريب، لازم يبقى لها كبير فتوة يحميها بروحه قبل دراعه، والقول قول النبوت. عشان كده احنا مجتمعين النهاردة، والنبوت هو اللي يحكم ويختار بين المعلم عزم أبو جديد والمعلم فرج العتال. النية صافية والقصد خير. والنية هي كنعان. طب ابوس ايدك شوف لي مطرحة وطفل، وأنا هبقى خدمة تحت رجلك. يلا ومين رؤسين؟ إنه يقدر ويعفي يتملك ويغلب من غير دم.
واللي يخسر في التحطيب يرضى بالواقع ويعرف ان ده امر من عند الله، ويروح قبل مننا يبارك للفتوة الجديد ويسلموا نبوته. وعلى الجميع الطاعة، والخير يعم على كل بيت من بيوت الجمالية. قبل ما نبدأ كلنا يا جماعة نقف نرفع ايدينا للسماء نرى الفتحة للمعلم احمد الجبال الله يرحمه، والمعلم صبر ابو جديد الله يرحمه، وندعي لهم من قلوبنا. فتح آمين. وعفيت على فتوة الجمالية، على فتوة الجمالية. حصل خلاص يا رجالة، المعلم فرج العتال هو دلوقتي فتوة الجمالية، هو فتوتنا وهو حمينا. لو ما حدش قال لا يبقى هو دلوقتي خلاص هو فتوة الجمالية الجديد. أنا فرج العتال فتوة الجمالية. حد عنده رأي تاني؟ حد عنده كلمة تانية؟ أنا ليه رأي تاني؟ حسن؟ أيوة حسن المتلتة. أنا عايز المعلم فرج ينزل قصادي ونبوته قصاد نبوتي. خلاص يا رجالة، دلوقتي حسن الجبالي قصاد فرج العتال، نبوت قصاد نبوت، واللي ربنا عايزه هو اللي هيكون. Thank you.
قدرت وعفيت. بسم الله. حيوا معايا حسن الجبالي بتوة الجمالية الجديد. حسن الجبالي اسم الله عليه. مبروك يا فتوة. هما جاب لكم حاجة تشربوها. اللي يقول لي مبروك يا فتوة يبقى عايز نبوت الفتوانة يحميه. وانت احميكي بروحي. أنا قلت لازم أجي أبارك لك. وأقول لك إني عايز آخد حق أمي. هاخده لك ليه؟ مش هيقدر يبان إلا لما أريح حالك. بس خلينا في المهم دلوقتي. احنا لازم نتجوز. نتجوز ازاي؟ عزمي ساب البيت والجماليه كلها وبقى حاسس انك خنته. مستحيل يرضى يحط ايده في ايدك. عزمي ده عمل حاجات كتير قوي تخليني ما اقدرش احط ايدي في ايده. بس اعمل ايه؟ بحبك وما ينفعش اسيبك قاعده لوحدك كده. احنا لازم نتجوز وبسرعه. ازاي بس؟ اذا كان على عزمي انا هتصرف. يقولك قولي اني مش هينفع اتجوز قبل الاربعين بتاع ابويا. بعد كده ربنا يسهل. مبروك الفتوانة لايقه عليك. وهاتلي عليا اكتر لما تبقي مراتي. طب وهو ما قالكيش راح فين؟ لا ما قاليش. بس هو اكيد يعني راح لقرايبه يجيبهم يعني عشان نتجوز. طب والدهب بتاعي اللي معاه ده انا قلبت الدنيا عليه. لو هو رايح لقرايبه ايه اللي هيمشيه بالدهب؟ ما اعرفش يا معلم حسن. بس انت عارف مبروك مش حرام ولا عمره هيمد ايده على حاجه مش بتاعته ولا ايه؟ مش عارف. ربنا يخيب ظني ويطلع كلامك انت صح. مبروك يرجع الا بالحق. شكرا. أنا كنت عايز أطلب منك طلب. أمرني يا معلم. كده الذهب تمام. فضل حاجتين في الجمالية واخدهم يعني هاخدهم. المعلم حسن. المعلم سايب فلوس المذبح وصل. مبروك الفتوانة. مبروك الفتوانة يا فتوة الجمالية. أنا قلت ما يصحش اليوم يعدي كده من غير ما أجي أبارك لفتوة الجمالية. يا سبحان الله. امبارح تبعت رجالتك يهجموا على الحارة والنهاردة تيجي تبارك. طب أصدق أنهي فيهم؟ الاتنين يا حسن.
عدوك امبارح حبيبك النهارده، والمثل بيقول ما محبه الا بعد عداوه. انت مالكش عندنا غير واجب الضيافه يا معلم سيد، لكن المحبه والعداوه بقى خليها جوه القلب احسن. من القلب للقلب رسول يا استاذ حسن. قصدي يا معلم حسن، معلش اصل لسه لساني ما خدش على الوضع الجديد. الله يرحمك الله يرحمك يا احمد يا جبالي، ويبشمش الطوبه اللي تحت راسك. يمين بالله لو ابوك عايش كان هيفرح بيك قوي. الله يرحمه. أمر جعفر، جعفر لسه ما عرفناش هنعمل فيه ايه، لما نعرف هنبقى نبعت ونقول لك. يعني ايه يا حسن؟ يعني ايه تعمل فيه ايه؟ جعفر ده يبقى جوز بنتي، فبلاش بلاش تعاديني كده من الاول. مسكنا جعفر وبيهرب يا معلم حسن. ايه ده يا معلم سيد؟ انت جاي تسلم بايد وتغدر بالثانيه؟ يا حسن الحقني يا حسن. ليل الحقني يا معلم حسن، سيد اللبان بعت لي ناس عشان يخطفوني وعايز يرجعني لي بالعافيه. ما كده يا معلم سيد؟ انت جاي تهرب جعفر وتخطف ليل ليه؟ تكونش فاكرنا كروديات؟ يبقى ما تعرفش من هو حسن الجبالي. خلاص يا حسن، انا هاخد اللي يخصني وهسيبك يا سيدي وهبعد عنك كمان. جعفر يخصك اه، بس مش هتاخده دلوقتي، انما الست ليل تخصني انا. ليل هتبقى مراتي وفي حمايتي، ومفيش راجل خط شنف في وشه هيعرف يهاوي ابن حياتها طول ما انا عايش. ولو ليك راي تاني خلي نبوتك يقولهولي. هتقدر بطولك ده يا حسن؟ ومين قال لك اني بطولي؟ يا رجاله الجماليه انا واهل حتتي هنعرف نحمي حارتنا كويس، ولو المشاديد مشغولين انا واهل الحاره هنعرف ندافع عن نفسنا. يلا بينا يا رجاله. بينا على فين يا معلم؟ هنسيبه اقول لك بعدين. ربنا يخليك ليا يا حسن. طول ما ايدينا في ايدين بعض يا رجاله محدش هيقدر يهود ناحيتنا. بعد 40 المعلم صابر، الست ليل هتبقى مراتي على سنة الله ورسوله. ما نغسل هذه. عاش من شافك يا شيخ مبروك. حسن والله العظيم، والله العظيم ورحمة أبويا وأبوك، والله العظيم اتسرق مني. ما تخافش ما تخافش، شكرا حكيت لي على كل حاجة، وأنا جاي أقول لك إن أنا مصدقك ومدي لك الأمان، وهندور على اللي سرق الذهب وهنرجعه. بس أنا جاي لك عشان حاجة تانية. حاجة إيه؟ أنا هكتب كتابي على ليل، وما ينفعش أعمل كده وأنت مش موجود. الله أكبر، يا دي الفرحة ويا دي الهنا والله العظيم. ألف 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 مبروك يا أستاذ حسن. ألف مبروك يا أخوي. ويا ترى بقى عندك حاجة تلبسها ولا هتروح كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قل يا شيخ عنون، زوجتك موكلتي، زوجتك موكلتي السيدة ليل، السيدة ليل بنت المعلم صابر أبو جديد،
بنت المعلم صابر أبو جديد. على سنة الله ورسوله، على سنة الله ورسوله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى الصداق المسمى بيننا، وعلى الصداق المسمى بيننا. قل له يا معلم حسن، وأنا قبلت زواجها، وأنا قبلت زواجها بالرفاء والبنين إن شاء الله. مبروك، ألف مبروك. ألف مبروك يا معلم حسن، مبروك يا فتوتنا. شكرنا رجالة، عقبال عندكم جميعا. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. أنا مش قادر أصدق، أخيراً أنا وإنتي في بيت واحد، وهيتقفل علينا باب. أنا حاسة إني بحلم. وأنا كمان حاسس إني في حلم، بس مش عايز اصحى من النوم. ايوه جايه. يوه حسن، عزمي وجميله بره. يا رب يا ساتر. يا اهلا وسهلا. يا اهلا يا عزمي، خطوه عزيزه، نورت بيت الجبال. تعال يا ليل. أنا جيت أعمل الوصول، كلمتين ورد غطاهم حسن أجبالي. أنا في الدنيا دي ماليش غير أختي ليل، وهي كمان ملهاش غيري. اللي بيني وبينك كوم، وده كوم تاني. مبروك يا أختي. الله يبارك فيك يا عزم، انت مش متخيل انا انبسطت قد ايه ان انت جيت. وانا على قدك، جيت لحد عندك اعمل الوصول واستأذنك. ما عشان كده سي عزمي يقدر مجيتك وجه بنفسه لحد عندك. امال ده انتوا اخوات والدم عمره ما يبقى ميه. تعال يا نور. ما شاء الله بنتك كبرت حسن وبقت وش جواز. عقبال عوضك يا عزم. بركة اني شفتك بفستان الفرح، كنت خايف ما الحقكيش. ربنا يخليك ليا يا عزم. لو عوزت اي حاجة اخوكي موجود. عزمي، مجيتك النهاردة كبيرة قوي عندي. بالإذن. مبروك يا أختي. يلا جميلة. مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا جميلة. مبروك يا معلم حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين منزل حسن الجبالي؟ هو ده دكانه. بس حضرتك مين؟ أنا الشيخ مبروك، الشيخ مبروك ابن الشيخ هلال. اتفضلي يا حبيبتي، ده شربات، شربات بنتي. اتفضلوا يا عرايس. تسلمي يا أمي. أنا عارفة هتشربوا بعدين. اتفضلوا يا اهلا وسهلا، عقبال عندكم كلكم. اتفضلوا، اهلا وسهلا، يا اهلا بيكم. الفي وصلوا مع الشهود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. وعليكم السلام. مبروك يا رايس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. هو المعلم حسن عوق ليه؟ هو بقى يعوض راحته، يعني عريس جديد وكده يعني. وكيل العروسة على وصول بنتي، وكيلها المعلم حسن في توة الجمالية بذات نفسه.
والله وحسن يا بنت هيكون وكيلك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، يا دي النور يا دي النور. أنا جيت عشان أجاوز شكر للشيخ مبروك ابن الشيخ هلال الله يرحمه. رحمة الله عليه. اللي هو واقف هناك ده. أنت بقى تبقى مين؟ ما ترد. الكلام اللي بيقوله الراجل ده صح؟ ايه اللي صح؟ من الشيخ هلال؟ لا يا معلم حسن، انا ابن الشيخ هلال. انت نصاب، انا ابن الشيخ هلال. انت جايز تكون مبروك اهو، لكن مش ابن الشيخ هلال. والابن يعني الاب جابه، اللي قعد جنب ابوه يرعيه طول عمره لحد ما ماته. انا جايز مش مبروك اه، لكن انا ابن الشيخ هلال اكتر منك. كنت باكل واشرب وانضف وبحمي، انا اللي كنت عينه لما نظره ضعف في اخر ايام، انا اللي كنت بساعده انه يصلي وبنسه، وقعدت جنبه بالليالي وهو تعبان. كنت فين انت يا ابن الشيخ هلال؟ سافرت، سبت ابوك في احوج عمه ليك ومشيت وسافرت. رجع دلوقتي تقول انا ابن الشيخ هلال؟ لا يا معلم حسن، ولو الشيخ كان عايش كان قال لك ان انا ابن اكتر منه على حياه عيني. وليه ضحكت علينا؟ يا عشان الدهب، عشان الدهب يا معلم حسن. راح جالي عليه المأمون، عايز ربنا يعوضنا عن السنين اللي تعبتها معاه. فجيت، بس لما عرفتك عرفت شكر، اشتريتكم فوق ده. حسيت احساس عمري في حياتي مع السر، ليه يا اهل هو عايزه بقى. قلت ابتدي معاكم حياه جديده، وانا ماليش حق ابتدي حياه جديده. حقك طب، حق الغلبانه دي اللي فرحها طلب ميتك، وحق انا ده انا اعتبرتك اخويا الصغير وامنت لك واديت لك الذهب تشيله عندك. وديت الذهب فين؟ ولا ضحكت علينا وسرقته هو كمان؟ قسما بالله العظيم اتسرق مني يا معلم حسن. طب وانا اصدقك ازاي بعد كل اللي سمعته ده؟ شفتي كان عندي حق، امك عمرها ابدا ظنها ما يخيب ابدا. يا دي الوكسه، يا دي الخيبه، يا دي الخيبه، يا دي الوكسه. تلم حاجتك وتطلع بره الجماليه والذهب يرجع، فاهم يا ده؟ انا حتى مش عايز اعرف اسمك ايه. أنا بقى عايزة أعرف، أنا حبيت مين؟ تعمل فيا أنا كده؟ أنا؟ كنت مستعدة بيها الدنيا كلها عشانك،
كنت مستعدة أكل من التراب عشان أعيش معاك. دم عينك كده. طب قولي وعيني، والله العظيم كنت اديتك رقبتي. كنت تصدقيني يا شكرا؟ كنت هتخسرك. أديك خسرتني، خسرت أكتر بني آدم كان ممكن يديك الدنيا كلها. خسرتني أوي يا مبروك. طول عمر الفتوات يعرفوا اللي ليهم واللي عليهم، اللي ليهم الهيبة والإتاوة، واللي عليهم الحماية ورد المظالم. حسن الجبالي بقى خد كتير قوي من اللي ليكم وزود اللي عليكم، ولو سكتوا يا معلمين يبقى لا مؤاخذة كده ركبكم. حسن الجبالي خلاص الناس كلها بقت بتحبه، وسيرته بقت غنيوه، غنيوه حلوه في لسان الخلق. ولو انتوا رضيتوا بكده يبقى عليه العوض ومنه العوض. راحت هبت الفتوانه وتقعدوا في البيت بقى زي النسوان، ولا يا معلم؟ تمام يا معلم عاصم، عداك العيد. اسمعوا يا رجاله، اي حد يفكر فيكم انه بعيد عن اللي بيحصل ده يبقى غلطان. لا، اي كلام بيطلع من اي حنك بيتنقل على لسان طوالي شرارة نار هتقيد في الكل، سواء دلوقتي او بعدين. يرضيكوا يعني ناسكوا يقولوا لكم اعملوا زي حسن؟ ها هتعملوا ايه؟ حطوا ايديكوا في ايديا نرجع هبت الفتوات تاني. احنا معاك يا معلم عزمي. البركه. انا كنت عايزك في موضوع يا عزمي. اؤمر يا معلم. فرج فرج فرج. عيب يا عزمي، انتوا واقفين عندي. ايه؟ جاي تغدر تاني؟ انا جاي للصلح يا معلم عزمي. فرق في الصفين يا عزمي، هو جالي وقال لي كل اللي حصل. هي بس وز الشيطان كان عايز ياخد منك الفتوانه، بس هو دلوقتي خدام الحق. الحق انك انت تبقى الفتوة. فرق عايز اللي احنا عاوزينه اكتر منك كمان. حسن ما بقاش ينفع يبقى فتوة الجمالية. أنا غلطان وحقك على راسي من فوق. الجمالية ملهاش فتوة غيرك أنت يا معلم. وأضمن منين إنك مش هتغدر تاني؟ ها؟ رقبتي يبقى فيها موت. أنا ضامنه يا معلم عزمي. فرج هيسهل لنا حاجات كتيرة أوي. اسمع اللي بقول لك عليه. ماشي على خيرة الله. وانا مستني، وريني. هتشوف بعينك يا معلم. ديك عندي لو ده حصل انسى كل اللي فات. انا فين المعلم سيد؟ لا المعلم سيد عايز يصبر، انما انا صبري نفد. Thank you.
الله ينور يا رجاله. شكلها كده مفيش خناقه ولا حاجه. خير يا عزمي؟ في ايه؟ انا عايز حقي. حقك في ايه بالظبط؟ فتوانه، فتوانه الجماليه اللي انت خدتها مني. انا ما خدتش منك حاجه، انا خدت الفتوانه من فرج. كده ولا ايه يا فرج؟ فرج خلاص ما بقاش عايز الفتوانه، انا عايز امسك نبوتي وارجع اشتغل زي زمان. جدع فرج. يلا حسن ارفع نبوتك وراجل لراجل قدام الرجاله. انت نسيت ان انا اللي معلمك مسكه النبوت دي يا عزمي؟ غلطان، شكلك ما عملتش حساب اليوم ده. يلا حسن خلي النبوت هو اللي يحكم. النبوت قال كلمته خلاص يا عزمي، ولولا العشره والاصول انك اخو مراتي انا كان بقى ليا معاك كلام تاني. مش انت بتقول ان انت اللي معلمني؟ يلا ولا كنتش خايف؟ حسن الجبالي ما بيخافش وانت عارف كده كويس، بس مش حسن الجبالي اللي نبوته يترفع على واحد من اهل بيته. ما تدينيش ظهرك يا حسن. انت اكتر واحد في الدنيا دي يا عزمي اقدر اديله ظهري وانا مطمن. انت صاحبي. خلصت خلاص يا عزمي. لا ما خلصتش. انت اللي خليتك انت يا صاحبي. باركوا اللي افتوتنا الجديد. اسم الله عليك، اسم الله عليك. عزمي ابو جديد. اسم الله عليك، اسم الله عليك. دوب هو. اسم الله عليك، اسم الله عليك. حامد جماليه. اسم الله عليك، اسم الله عليك. الرجاله عايزين يباركوا لك يا معلم. عزمي ابو جديد. اسم الله عليك، اسم الله عليك. حامي حدتنا. اسم الله عليك، اسم الله عليك. دوب هو. اسم الله عليك، اسم الله عليك. حسن الجبالي مات. بس النهارده انا الفتاوى. حد عنده اعتراض؟ بقول حد عنده اعتراض؟ هل عشان كل واحد يعرف ماسه وهبت الجمالية ترجع لها تاني. الفتوانة رجعت دارها. ضرب ابو سنين.
معلم فاضل. يا رب يا ساتر. ده اللي جابه ده كمان؟ منور الدنيا يا معلم عزمي، طول عمرك صاحب واجب. لا ما انا مش جاي اعمل واجب، انا جاي اخد اختي. ليه لفين؟ انا مش جاي معاك في حته، مش هسيبك جوزي. جوزك الله يرحمه. وبعدين انت مفيش بينك وبينه ولا عيل ولا تاي، هتقعدي تحببي ايه؟ هتخدمي امه؟ ام المرحوم مش مستنيه خدمه من حد يا عزمي. وبعدين انت ايه اللي جابك هنا؟ مش كفايه ما رضيتش تعمل عزل في توه الجماليه؟ جرايه يا بت. بت ايه؟ اه بت، اظبطي الكلام. ما يصحش كده يا معلم عزمي، الكلام اخده وعطى. ولا اخده ولا عطى. يلا بت لمي الهدمتين بتوعك ونمشي من هنا. يلا مين اللي قتل حسن يا عزمي؟ مش عرفت. قدر مصيبه. بس ده كان جاي لحقك. يوه يلا يا بنت خلصيني، عندي شغل مش فاضيلك. لمي الهدمتين بتوعك ويلا. قلت لك مش هروح حته. اقصر الشر يا لين ويلا. يلا يا بنت ما تنحيش. اقصر الشر يا بنتي وروح مع اخوك. اللي بتقوليه ده يا خالتي؟ اسمعي كلام اخوك، البيت مفتوح تيجي في اي وقت، ده بيتك. يلا يا بنتي روحي مع اخوك. يلا يلا يا اختي. بس انت مش فاهماني، انا عايزك تفهميني. بقول لك ايه اعرف، انا مش هتجوز والموضوع ده ما حدش يفتحه معايا تاني. اعمل كده بس كده معروف في صاحبك ابو ديف ده، وروح شوف له واحده كده ست بحقه وحقي تنفعه. ست بحقه ايه؟ ما انت ست على ما تفرج يا بنت. انت ست الستات ده، انت طول بعرض المجانس بمرتفعات حاجه تروح. وبعدين الراجل موصيني اتكلم معاكي، واخوك ما عندوش مانع موافق، بس المهم تخلفي له شويه عيال كده يلعبوا بباب ال باب ال باب ال باب القبول يا اخوي. ايوه باب القبول يا بنت. فهميني، الجواز مش حلاوه. امال ايه يا اخوي؟ الجواز يعني راجل يشيل معاك حمل الايام. استنى بس. اسحب. يا نهار اسود. ايه ده؟ دي جته دي ولا ايه؟ بقول لك ايه اعرف؟ شيل معايا. شيل ليه؟ بقول لك شيل معايا. يلا. ايه هتشيله ليه؟ هتشيله ليه؟ الراجل بيصفف دمه يا راجل. يلا. طب وبعدين؟ طيب الراجل على الحال ده بقاله يجي 7 ليالي. شكله كده هيعملها ويودع. يا اخي الراجل ربنا نجده، عايز تموته ليه؟ انا مش فاهم اصلا اللعور سايبه هنا ليه؟ هو احنا لاقيين ناكل؟ ناقصين احنا بقى وصفات ودواء وحكمه. طب بقول لك ايه يا ابو ضيف يا اخويا؟ لعور في توتنا وفاهم بيعمل كويس قوي. وبعدين ربك هيفرجها يعني زي ما بيفرجها كل مره. روح مشوارك انت يا اخويا مع لعور، يمكن ربنا ينفخ في صورته. على الله. لا اله الا الله. يا عم ما تفوق بقى يا عم، كفايه نوم. حول الله يا رب. كسر، خد بس كده اشرب بقه ميه باللي ريقك. كسر؟ كسر ايه؟ كسر في توات. ايه اللي جابني هنا؟ انا لازم ارجع الجماليه. جماليه ايه بس؟ استنى ترجع فين؟ انت متصاب اصلا وجرحك لسه ملمش. ريح بس كده. عازم يا قدر بيا. طب ريح بس. حول الله. جرحك لسه ملمش وانت لسه تعبان، عايز تروح فين بس؟
خير. مش انت بتدور على جدة لوسطى حسن؟ شش، وات صوتك فيه. انا جاي لك من طرف حد يعرف الجته دي فين. هو جته دي فين؟ تعال معايا واقول لك على كل حاجه. ماشي، العزوك يا معلم. في مشكله كبيره في العربخانه ولازم اروح لهم حالا على ما انت ترتاح لك شويه. ماشي ماشي، يلا بينا. عارف يا عور اللي بتقوله ده؟ لو طلع على مفيش عليا الطلاله طواك وخرشمك هنا. يا عم اهدى علينا شويه، انت متسربع كده ليه؟ ما احنا وصلنا خلاص. فين يا عم؟ مش شايف حد يا عم. هتشوف ده. مثبت العقل في النافوخ. ازيك يا فضل؟ حسن الحمد لله انك لسه عايش. يا ما انت كريم يا رب. ده زينب ونور راح يفرحوا لما يعرفهم، هو ايه اللي حصل ده؟ انا قلبت الدنيا كلها عليك. بعدين طب اقول لك كل حاجه بعدين. المهم طمني، نور وزينب وليل وامي عاملين ايه؟ الحمد لله. ليل حامل يا حسن. حامل؟ يا ما انت كريم يا رب. ونور وامي؟ والله ما عارف اقول لك يا حسن. حريه كان نفسي تكذب احساسي يا فضل. كفايه في حياتك يا حسن. انك لسه عايش وكبت العلاج طول الوقت يا حسن. كان نفسي اطمنها عليا وقلنا اني عايش. ما نجانيش غير دعائها يا فضل. ونوره؟ نوره عامله ايه؟ هتبقى كويسه، اهم حاجه انت دلوقتي. انا لازم ارجع الجماليه دلوقتي، وعزبي ده هموته بايدي. مش هينفع يا حسن، عزم يبقى في توت الجماليه ومعلمه شديد وجايب كمان ناس من بره. الناس هتبقى في ظهري. مش المره دي. هو فاهم الناس انك حرامي. مش هيصدقوه. الناس مربياني وعارفاني كويس. يلا قوم معايا. راح فين يا عم انت؟ رايح فين؟ انت اتجننت؟ رايح فين؟ عايز اروح الجماليه. مش هينفع بطولك يا معلم، انت لسه ما اتعافتش. ده الحب ينزف، الله يخرب بيتك هتموت. الجرح ده لازم يتلم. هات سكينة وولع نار. ماشي يلا بقى يا ست ليل، احسن احنا كده اتاخرنا قوي. مليش نفسي اروح انام، خلينا نتمشى شويه. نشوف ايه يا ستي. ست ليل، بقيه في حياتك. هاتك البقية. والله يا ست حريه كانت غاليه علينا، وكانت ست الجماليه كلها. مش محتاجه حاجه؟ ربنا يخليك. انا لما شفت لمتهم دي شكيت، حسيت ان في حاجه غلط، فكنت هاجي لك والله اقول لك. بس سيد اللبان مسكني وربطوني ورموني عندهم في اوضه كده، وقال لي ان عيني مش هتشوف الشمس الا بامره. لما سمعت بقى عن خبر موتك دوت، اعوذ بالله، عرفت ان الغدر ده كان بجد. بس الواد عبده ابنه دوت جدع والله، ملوش دعوه بابوه، هو اللي خرجني من هناك وهربني. ولولا ان هو كان انت عمال ترغي زي الحلاقين وما قلتش كلمه توحد ربنا على الدهب. انت عارف مكانه ولا بتتوهنا منك؟ تصبر يا فضل، اهو جاي في الكلام اهو. كمل. عارف مكانه وشفت الدهب ده بعيني دول. سيد اللبان حطت الدهب دوت عنده في اوضه مدريه في المذبح، وزناتي بارك هناك على طول. يعني انت مستعد تيجي معانا المذبح تدلنا على مكانه؟ الا مستعد، ده انا افديك بروح يا معلم حسن. لا مش هتوصل لروحك ان شاء الله. انت تجهز انت وفضل علشان نطلع المذبح نجيب الذهب. انا هاجي معاك يا معلم حسن. ملهوش لزوم ابو ضيف. لا لا لزوم يا معلم،
انت حميتني قبل كده من الناس اللي كانوا جايين يقتلوني، وبعدين احنا واكلين مع بعض عيش وملح. انت رايح المذبح يا معلم، اي حد زياده هينفع. خلاص يبقى توكلنا على الله. كنت هتقول له ازاي يعني؟ زي ما بقول لك كده، امبارح الكلام خدنا وكنت اقول له، وبعدين يا اصطفى دي مراته واللي راح دبده، هو لازم يعرف. هو في ولا في؟ انت شفت لما عرف بموت امه حصل له ايه؟ امال بقى ما تقول له بقى ابنك ولا بنتك هيحصل له ايه تاني؟ امال يعني هسيبه يعني يعرف لما يروح الحاره ويحصل له حاجه لا قدر الله؟ لا ربنا يستر. وبعدين يعني انا وعدت شكر ان انا ولا هكذب ولا هخبي حاجه تاني. ايه مالكم؟ عمالين تنقروا بعض زي الدوق كده ليه؟ مفيش يا معلم حسن، اصل كان بيحكي لي على حاجه كده. اصل بصراحه يا معلم حسن في حريم سهرانه اتعدت على الست ليل. ايه؟ وهي حصل لها حاجه؟ لا الحمد لله ليل كويسه، بس اللي بطنها تعيش انت. قال الله يا معلم حسن. عامله في نفسك ده؟ عايز اخد حق ابويا. تقومي تلبسي كده وعايزه تسرقي كمان؟ وكنت هتاخدي حقك من مين يا فلحه؟ من الحاج احمد في توت الحطابه، المعلم عزمي قال لي كده. عزمي؟ وانا يعني مش مال عينك يا نوره؟ يخص عليكي. وكنت بقى هتروحي بتقولك بقى ترجع حق ابوك ازاي؟ ابويا علمني اضرب بالنبوت، وانا كنت هروح اديها بالنبوت على دماغها في اهلها، وان شاء الله يموتوني بقى ما عادتش فارقه. انت ابوك بحي وحي. ده بقولك بقى ان انا هاجي معاكي وارجع حق ابوك سوا. بجد يا خال؟ بجد بجد. وانا طاهر نعمين يا اسطى، روح لستك زينب قول لها الاسطى فاضل رجع العربخانه يحل شويه مشاكل وراجع، وما تقولهاش على اي حاجه. انا لك يلا اركب. يلا يا نوره يلا. اه عزيز نورة. أبا ماما انت عايش؟ ماما انت ممتش؟ ولا انا متهيألي ولا بحلم ولا ايه؟ ستي طلع كلامها صح، انت عايش؟ وحشتيني وحشتيني قوي. وانت كمان قوي يابا، كده تبقى عايش كل ده وتسيبني لوحدي؟ ايه مخفتش عليا؟ مفكرتش انا من غيرك ممكن يجرالي ايه؟ طب انت عارف انا تمنيت الموت بس عشان اجيلك. بعد الشر عليك يا حبيبتي، غصب عني والله. اصلي كنت تعبان قوي، وما كانش ينفع اعترافي لا انتي ولا عمتك ان انا عايش. خفت عليكم يا نور، خفت قوي. خالك فضل قال لي انك كنت رايحه تجيبي حقي. ايوه طبعا يا، هو يعني عشان خلفت شويه يبقى حقك يروح؟ طب ايه قولك بقى ان انا كنت هجيبه لك حتى لو فيها موت؟ اهو انا دلوقتي لو مت هموت وانا مرتاح، لاني خلفت بنت بمية راجل. سامحيني يا نوره على كل البكا اللي خليتك تبكي في غيابي. ده انا طول الليل كنت بفكر فيكي لما كان قلبي بيوجعني، ما كنتش عايز اشوف حد غيرك.
بس حقنا القوي بقى هنعمل ايه؟ مش مهم يا مش مهم، المهم ان انت عايش وموجود. ده انا كنت حاسه اني ظهري اتقطم، انا صلبه ظهري بيك يا ابا. ده انا اللي صلب ظهري وساند طولي بيك يا نوره، ربنا ما يحرمني منك ابدا. انت هتمشي دلوقتي مع خالك فضل، هتاخدي عمتك وتطلعوا على الهرب خانه، علشان انا هرجع الجماليه بالليل ارجع حقي، ولو حصل لي اي حاجه بيخلي بالك من روحك. لا يابا ما تقولش كده، ما تسيبنيش، انا ما صدقت لقيتك. ما تخافيش، ان شاء الله ربنا معانا، علشان عارف ان احنا على حق، بس محدش له من اللي ممكن يحصل. لو مت يا نورة يبقى خلي بالك من نفسك ومن عمتك، واتجوزي اتجوزي وخلي فيه واد وسميه حسن. لا يابا انا محدش هيجوزني غيرك، سامعني؟ محدش هيجوزني غيرك ابدا. يا رب يا فيك يا رب يا رب. فضل هتاخد نورة وتوصلها لعمتها وتسيبها تتكلم معاها شوية وترجع لي تاني، علشان عايزك في موضوع محدش هيخلصه غيرك. أنا يا معلم حسن. خد بالك من نفسك يا أبو علي. يلا يا نورة. ما شكرا قالت لي، خفتكم بتكذب عليا. لما شفتك قدامي دلوقتي حسن، حاسة ان روحي رجعت لي، حاسة اني قويت على الدنيا اللي قويت عليا في غيابك. انا بهدلت قوي انت مش موجود جنبي. وحشتيني وحشتيني قوي يا ليل قوي. عملوا فيكي ايه في غيابي؟ قبل اللي عملوا فيها لازم تعرف اني بريئة يا حسن. انا ما كانش وجعني قد انك رحت مني وانت فاكرني اني قلت منك. لا تبقى متجوزة حسن الجبالي، مستحيل تشوف الدنيا غيره. مصدقك. احكي لي ايه اللي حصل. انت اللي قولي، مين اللي عمل فيك كده؟ ازاي غبت عني الفترة دي كلها؟ احكي لي كل حاجه يا حسن. عزمي هو اللي غدر بيا، قولوا له ربنا بعت لي ولاد الحلال اللي هنا، كان زماني ضاعت، هما اللي نجدوني. قلبي كان حاسس انهم، بس كنت بكتب نفسي. ازاي في غدر وسواد قلب كده؟ شيطان وسوس له، ضحك عليه، صور له ان هو لو قتلني هيملك الدنيا كلها. تغور الدنيا هو قتل جوز اخته، وهو شايفني بتقطع قدامه عشانك وساكت. ابننا مات يا حسن، سامحني ما قدرتش اعمل. انت يا عم، انت يا عم، ان شاء الله ربنا هيعوضنا بالاحسن. هو في عوض من اني شايفاك قدامي دلوقتي؟
يعاون اكتر من رجعت لي بالسلامه. ليه؟ انا هرجع الجمله تاني عشان اخد حقي من عزمي وسيد اللي ظلمونا احنا الاثنين. ايه يا اخويا في ايه؟ ليل فين؟ اه؟ ليل فين بقول؟ وانا يا اخويا شعرفني ليل فين؟ هي قالت انها جايه عندكم. لا ما جاتش. كنت لابسه كده ليه يا بنت الجبالي؟ حاجه تخصني يا معلم. بيقول ابوكي عايش يا بنت. الكلام ده صح؟ هو مين يا اخويا اللي عايش؟ حسن اخويا عايش؟ والنبي ابوك عايش يا بنت؟ حلو يبقى صح. تعالي يا حبيبتي تعالي. اوعى تعالي. في ايه؟ تيجي في ايه؟ بيبلغ المرحوم لما يعوز بنته ياخدها من عندي. مرحوم مين؟ اوعى سيبيني. لو نطقتي بكلمة واحدة اخلص من البنت دي واريحكم منها للابد. سامع ولا لا؟ اوعى بقولك اوعى اوعى تاخدها. تعالي يا بت. اوعى ايدك. تعالي هنا. اوعي. تعالي يا نور. بقولك ايه؟ سيبها. بلغي حسن الجبالي يجي ياخدها من عندي. وكلمة كمان خلصتك عليها دلوقتي. ولو خطيتي خطوه واحده هذبحكم انتوا الاثنين. يلا يلا بنت يلا. ايه مفتري على ام حلال يا بنتي؟ نوره تعالي يا نوره تعالي. اه يا يا ربي يا فضل. يلا اوعى ايدك بقى. يلا يا بنت. يا بدوي معلمه بنت ترميها في اوضه وتحرسها بنفسك. اوعى بقى. لو خطت خطوه واحده براها هذبحكم كلكم. الله. وفي يا عزمي؟ حسن الجبالي عايش يا سيد. حسن انت بتقول ايه؟ زي ما سمعت حسن عايش وجاب رجاله وجاي على هنا. يا نهار اسود ونايل بست النيله. حسن الجبالي عايش ازاي؟ طب المهم دلوقتي ليل فين؟ ليل راحت له. ايه؟ ليل راحت لحسن الجبالي؟ اه بس المرة دي أنا اللي هخلص عليها بإيدي بعد ما أخلص على حسن. أنا اللي هخلص عليه؟ أنا كنت غلطان يا عزم اللي ما جيتش معاك المرة الأولانية. حسن الجبالي محدش هيخلص عليه غيري أنا. خلاص يبقى تبعت تجيب رجالتك. لازم نخلص منه الليله. ماشي. حسن حسن حسن. زين سبتني ليه يا حسن؟ انا من بعدك يا اخويا اتبهدلت. معاش ولا كان اللي بهدلك يا زينب؟ نوره. مالها نور؟ انتي عزمي خطف النوره حابسها عنده تحت بيته وساد اللبان هناك. لم سبتي انا هروح. استني فضل جهز الرجاله احنا هنطلع الجماليه دلوقتي. ويفرض ان ما جوش الليله يا معلم عزمي. هيجوا. حسن الجبالي بنته عندي يعني هيجي. خليكم جاهزين يا رجاله. جاهزين يا معلم. يا معلم 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 ي
العركة هتبتدى يا رجال. يا مرحبا مرحبا، اهلا يا ابن جبالي. بنتي فين يا عزمي؟ اخسى يا ابن عمي، وانا اللي فاكرك اول ما تشوفني هتاخدني بالحضن، وانا مش عبطت روحك. رجعت تاني ازاي؟ ما بياخدش الروح غير اللي خلقها. هتقولي بنتي فين؟ ولا اجيبها انا بعد ما اكلك بسناني؟ تاكل مين بسنانك يا راجل يا طيب؟ ما هي دي مشكلتك يا عسل، كل المصايب اللي حصلت لك في حياتك كان بسبب انك راجل طيب، ولا بتهش ولا بتنش. والفتوانة مش عايزة واحد زيك طيب، الفتوانة عايزة واحد زيي ما بينساش حقه وبياخده من اي حد. وحق الناس؟ لا، ياخد حق الاول، ولما افضى ابقى اشوف حق الناس. الفتوانة يعني الناس تترعب لما تجيب سيرتك، حتى لو بينها وبين نفسها. الفتوانة هيبة، اوعى، مش دلع وطيبة. الناس لو ما خافتش منك يا حسن اجبالي هياكلوه. مش بالخوف يا عزمي، بالحب. الناس لو حبيتك هتبقى ظهرك وسندك، تتدفى بيهم ويفدوك بروحهم. هتبقى بالنسبة لهم ابن واخ واب. مين قال ان القوة والحق ما ينفعوش مع بعض؟ الفتوانة مش الظلم، الفتوانة انك تبقى قوي وحقاني. والقوة لو مش هتحمي الحق تبقى هو غشيمة وهتخلص على صاحبها. مش قلتلك انك راجل طيب؟ اكمل. بيقولك اللي تشتريه بالفلوس دايما بيروح للي يدفع اكتر. حلاوتك يا اسطى حسن، الله يلا رجال. خلصت يا ابن جبال؟ لا يا عزمي، لسه ما خلصتش، دي هتبتدي. مؤاخذة في توهة الجمالية، اتأخرت عليك. عشت يا جعفر. سيد اللبان لو عارف اللي انت بتعمله يا جعفر هيعلق. معلم سيد، معلم سيد ده اللي قتل ابوك يا معلم عزمي. انت بتقول ايه؟ وقتل امك، وهو اللي قتل المعلم احمد الجبالي يا معلم حسن، وناس كتير قوي تانية. من النهاردة انا مش في ظهر سيد، انا في ظهر الحق، ولو فيها موتي. معلم رضوان يا زناتي،
رجاله المذبح. الخناقه دي لو قامت هيموت فيها ناس كتير. الخناقه دي ما تخصناش في حاجه ولا لينا فيها. خناقه ما بين اتنين فتوات على نفس المنطقه مش منطقتنا. يبقى الاصول بتقول ايه؟ راجل لراجل. سيبوا النبوت يقول كلمته. عداك العيب يا معلم جعفر وانا معاك. عندك حق يا معلم جعفر، الخناقه دي ملناش فيها يا رجاله. كفايه عليه كده وسامحه لوجه الله تعالى. وعشان خاطري وعشان كل الناس الطيبين اللي بيحبوك دول، اوعى توسخ ايدك بالدم. اوعى يا حسن. اسامحه على ايه ولا على ايه يا شيخ عنون؟ على موت امي وابني؟ اسامحه على غدره بيا وانه وسخ صورتي في عيون الناس؟ طب لو انا سمحت الناس دي هتسامحوا على ظلمه ليهم؟ ده دمه حلال. الناس ما بتنساش يا حسن. عمر الناس ما هتنسى اعمال السودة معاك، وعمر الناس ما هتنسى اصلك الطيب يا ابن الجبالي. مفيش حد في الدنيا يقدر يوسخ صورتك في عينيهم ابدا ابدا. عبد الله على السلامة يا فتواتنا. حصر الجبال. اسم الله عليه 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 اسم الله عليه. تقبل الله يا معلم حسن. منا ومنكم يا شيخ حارث.
خير صحيح، قالوا لي انك كنت عايزني خير. المهم طمني، عامل ايه في الدراسة؟ شد حيلك بقى وخلص وازهر عشان تيجي تتعين عندنا في المسجد هنا. احنا فين بس والتعيين فين يا معلم حسن؟ ده انا لسه يا دوبك مكملتش كام شهر في الازهر الشريف. مفيش اسرع من الايام يا شيخ عادل. المهم دلوقتي مر سنة تقريبا من ساعة ما رجعنا الجمالية والدهب ما ظهرلوش صاحب، فأنا بقول يعني أن الأوان نوزعه على الناس الغلابة. إذا كان ولا بد فهو كذلك. القول قولك والشرى شرطك يا معلم حسن، بس لازم تاخد نصيبك يا أخويا. لا أنا مش عايز حاجة. أم الله يرحمها كانت تقول لي دايما سلمها لله تسلم، وأنا مسلمها لله. بالله تسلم، بالله تسلم يا معلم حسن، يديك على قد قلبك الطيب دوت ويكرمك. وهو كذلك. انا هستاذنك بس اروح اريح ساعتين وباذن المولى ارجع لك ونوزعها. اتفضل. بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بابا الحق يابا. ايه في يا نور؟ ليل بتولد. ايه؟ طب اجري اجري انده عمتك زينب بسرعه. يا فرج الله. ابني الحبيب أحمد حسن، أحمد الجبالي، وصيتي ليك هي الرضا والحب والخير والحق. الرضا باللي ربنا كتبه لك، لأنك عمرك ما هتاخد أكتر من نصيبك. ووصيك يا ابني بحب الناس، الناس هم السند والظهر والعزوة، محبتهم ملهاش تمن ومحدش يقدر يشتريها لا بالذهب ولا بالمال. تشتريها بأفعالك وعملك الطيب. طريق الخير يا ابني واضح، وطريق الظلم واضح برضه. وأهم وصية تقوى الله، واعرف إن الفتوى اللي على حق هو اللي قبل ما يتخانق مع حد بالنبوت يتخانق مع نفسه الأول ويغلب في كل مرة، يتخانق مع شيطانه وما يسيبوش يهويه. البني آدم مننا سيرة وكلنا رايحين في الآخر، ومش هيفضل مننا يا ابني غير سيرتنا. أبوك حسن الجبالي.